بقول لكم ايه؟ ايه؟ الولد ده هو اللي هيفضل موجود وهو اللي هيستلم الفلوس، وبعدها ايه اللي هيحصل؟ معلك هو اللي هياخد الفلوس وبعدين مفيش ورقة، مفيش نهاية. كملوا، ده ظابط الصوت في ناس بتذاكر. ارفع ايدك فوق انت وهو. انت بلغت عني؟ لا لسه. بقول لكم ارفعوا ايديكم فوق. القفله عند الجمهور يا اساتذه، مش تقول لهم يا عم سيد؟ انا مش قلت لكم يا جماعه النهايه عند الجمهور؟ ايوه القفله عند الجمهور. ايوه.